لو بحثت عن الصراط المستقيم سوف تجده بالتأكيد، وهي موجودة في الوصايا العشر في القرآن الكريم. من هنا بدأ عالم الإنس وبدأ عالم الجن. قيل ولكن من ماذا خلق الجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عندما أسمع هذه الآية ربما يخطر في بالي أن أستمع، ولكن ماذا تعني كلمة وأنصتوا؟ تخيل أن كلمة أنصتوا والذين أحسنوا الإنصات من هم في القرآن الكريم؟ إنهم الجن. نعم، الجن استمعوا وأنصتوا. في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. في البداية ماذا تعني هذه الآيات وهذه الكلمات؟ قل أوحي ماذا تعني؟ تعني أن هؤلاء النفر من الجن عندما استمعوا إلى القرآن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أنهم يستمعون، إنما علم بخبر جاءه وحي من السماء. ولكن ماذا أفهم من ذلك؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. النفر مجموعة قليلة، استمعوا، ولكن عندما استمعوا بالصدفة هؤلاء الجن بالمناسبة، أمر ما دفعهم للاقتراب إلى المنطقة التي يتواجد فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يستمعون. فجأة ماذا أمروا بعضهم بعض؟ كانوا يستمعون، قالوا لبعضهم أنصتوا. من هنا بدأ الإنصات والتركيز لفهم ما يستمعون إليه. يأتي شخص على سبيل المثال ويقول من أين جئت بهذه الفكرة؟ بكل بساطة، لأن الله يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. من هؤلاء؟ لحظة أنهم كانوا يستمعون، فعل مضارع، كانوا بنفس اللحظة يستمعون وقالوا لبعضهم أنصتوا. فلما قضي الأمر ولوا إلى قومهم. فالله عز وجل يفصل لنا بعض الآيات في هذه السورة لنفهم الجن كيف يتكلمون، كيف يسمعون، كيف يتصرفون. مباشرة تفاجأوا بما سمعوا. ولا أستبعد حقيقة أن تكون هذه هي الآيات التي كان يقرأها بنفس التوقيت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أمور شدتهم وكانت تلفت الانتباه. الآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. المشكلة ليست هنا، كل الآيات اللي سمعوها كانت آيات جميلة أعجبتهم، تهدي إلى الرشد وفيها من المنطقية والعقلانية ما يحترم، أعجبهم بعد الإنصات والتركيز.
لكن الملفت في الانتباه بعد هذا ماذا كانوا يقولون؟ وأنه كان يقول السفيهنا على الله شططا. السفيه من هنا؟ وهذه إشكالية كبيرة. الذي يأتي بأفكار يتكلم فيها عن الله عز وجل بلا استدلال صحيح من القرآن الكريم ويأمر الناس بها ويحثهم عليها ويشط بأفكاره. الآن المشكلة والإشكالية في هذه السورة عندما يقولون وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا. هؤلاء من الجن، فلماذا هؤلاء الجن يتكلمون عن الإنس؟ فإذا الجن يستمعون إلى أقوال البشر ويأخذون منهم الأفكار أيضا، وربما تكون أفكار كبيرة ومشتركة فيما بينهم. لماذا؟ لأن عند الإنس كانوا بعض الإنس كانوا يدعون أن الله عز وجل له صاحبة وله ولد، ومن هنا كانت ختام الرسالة في ذلك الزمان. وهذا الأمر بالمناسبة لم يكن في عهد عيسى فقط، هو من قبل موسى، لأن الفكرة كانت قديمة ما بين الجن والإنس. هؤلاء الجن مخلوقين؟ نعم مخلوقين، ولكن من ماذا خلق الجن؟ تكلمنا بهذا الأمر في بعض المواضيع السابقة، والآن فقط للتذكير تكتمل الفكرة. قلنا أن الله عز وجل خلق الإنسان من تراب، التراب تحول مع الماء إلى طين، الطين تحول إلى صلصال، الصلصال تحول أصبح كالفخار. فالله عز وجل هذا هو أصل الخلق. أما بالنسبة للجن، خلق الجان من مارج من نار، ماذا تعني؟ لا تعني أن الله خلق الجن من نفس النار وذات النار، لا، مارج من نار. إذا أي إنسان الآن أمسك بولاعة على سبيل المثال وأشعلت الولاعة، انظر إلى رأس اللهب، تجد أن هناك مثل الضبابة الصغيرة الشفافة تتموج في رأس اللهب. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. لاحظ هناك مرج البحرين وهنا مارج من نار، فإذا كان مارج النار فهذا فاصل المادة الشفافة ما بينها وبين هذه النار. هذه المادة الشفافة هي التي خلق منها الجان، هذا هو الأصل. لكن الجان بطبيعة الحال مقابله الإنسان خلق من تراب، لكن التراب مر بمراحل خلق منها، تطورت، تحول الإنسان المعروف بصورته لنا جميعا. أما الجن هذه المادة هي خرجت أصلا من طاقة وهي النار، فلذلك تكتمل هذه الخلقة من نفس العنصر أو المادة التي خلق منها، فتكون من هذه المادة الشفافة ما يكون جسم كامل لهذا الجن، يعطيه طاقة معينة، يعطيه ميزات بها يتميز عن الإنسان. من هنا بدأ عالم الإنس وبدأ عالم الجن. التحدي الآن عندما إبليس وذريته من الشياطين بدأ التحدي ما بين الإنس والجن، نتكلم وندخل هنا بموضوع الوسوسة. الوسوسة، وكثير كان يسألوني هذا السؤال حقيقة، وكان علينا أن نذهب لتفسير بعض الآيات القرآنية، لكن هذه كانت إشكالية كبيرة، سأحاول الاختصار منها قدر الإمكان. في قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لربما الكثير منكم يقرأ هذه السورة ولكن ماذا تعني؟ مع كل الأسف،
وتستخدم من الصور العظيمة في الرقة الشرعية. والأولى أن الإنسان كما ذكرنا لكم سابقا لا يمسه إلا المطهرون، فعليك عندما تقرأ هذه الآيات تجعل روحك تمس هذا الكتاب وهذه الكلمات القرآنية لصناعة الطاقة المتناسبة معك لرد الوسوسة، ليست بالكلام فقط بل بفهم معاني هذا الكلام.